هتكون وراح يكون اليوم هذا الدرس الثاني مخصص للتسويق على الماركتينغ. إذا في الدرس السابق شفنا تعريف ديال الماركتينغ، درنا ديفينيسيون سهلة اللي نقدروا نعقلوا عليها كاملين، وقلنا أن الماركتينغ الهدف ديالو هو فير كولينغ، فير إيميل، فير أجر. اليوم غادي نهضروا على نوتخ نوسيون أو على مفهوم جديد واللي هو لو بلان ماركتينغ. شنو هو لو بلان ماركتينغ؟ لو بلان ماركتينغ أو لا خطة التسويق هي واحد الخطة اللي كتوضعها الشركة باش تطبق العملية ديال التسويق. إذا الماركتينغ حنا فهمناه، ولكن باش نطبقوه محتاجين لواحد الخطة. هاد الخطة كتخلينا نقسمو العمل إلى عدة أجزاء. نقدر نقولوا أن هذه الخطة هذه كتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية. عندنا لو ماركتينغ ديتود، لو ماركتينغ استراتيجيك، و لو ماركتينغ اوبيراسيونيل. الوغ كاين لو ماركتينغ ديال الدراسة، كاين لو ماركتينغ ديال الاستراتيجية، وكاين لو ماركتينغ اوبيراسيونيل ديال العمليات. شنو هي كل نوع من هذا الماركتينغ؟ إذا أول حاجة كنبداو بها ملي كنبغيو نطبقو أن بلان ماركتينغ هي أننا كنديرو سكون أبيل لو ماركتينغ ديتود، يعني كنبداو بالدراسة. أي حاجة بغينا نطبقو عليها شي خطة، أول حاجة خصنا نعرفو ندرسو هداك لو ميليو ديالنا، ندرسو هداك لو مارشي، يعني ندرسو هديك السوق ونعرفو شنو كيجرى فيها. حيت أنا الحاجة إلا ما كنتش عارفاها مزيان، كيفاش غادي يمكن نتعامل معاها؟ حتى في الحياة العادية، يعني أنا مثلا باغي نتعامل مع واحد الشخص، خصني ندرس هداك الشخص مزيان عاد غنعرف طريقة التعامل معاه. إذا نفس الشيء بالنسبة للشركات السوق. إذا هاد لو ماركتينغ ديتود كاين فيه بزاف الأشياء اللي ممكن تعمل، ولكن كاينين دو بوان مهمين أو نقطتين مهمين بزاف اللي ضروري أنهم يتعملوا، اللي هما لاناليز دو لونفيرونمون و ليتود دو مارشي. يعني كنديرو تحليل للانفايرمنت، يعني للمحيط، او تحليل للمحيط اللي كتايفولي فيه، اللي كتديفلوبا فيه الشركه. وفي نفس الوقت او من بعد خاصنا نديرو سكون ابيل اون ايتود دو مارشي، يعني دراسه للسوق. هاد لي دو نوسيون هما دي نوسيون تري امبورطونت، يعني ضروري 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 اننا نفهموهم مزيان. غادي نديرو على كل وحده فيهم درس خاص، ولكن بغينا نعرفو غير نفهمو انه هاد اول مرحله اللي كنبداو بها في الماركتينغ هو هاد لو ماركتينغ ديتود. يعني اولا كنبداو بالدراسه، اش كندرسو؟ كندرسو السوق، وكندرسو المحيط اللي الشركه كتطور فيه. يعني هذاك المحيط كنحاولو ندرسوه كامل، غادي نخصصو درس لكل نقطه بوحدها. اون فوا درست هذاك المحيط ديالي ودرت دراسه ديال السوق، هذيك الساعه كندوز لا دوزيام ايتاب اللي هي لو ماركتينغ استراتيجيك. شنو هو لو ماركتينغ استراتيجيك او لا التسويق الاستراتيجي؟ التسويق الاستراتيجي كنوصل لمرحله انا درست، دونك نقدر نحط واحد الخطه او واحد الاستراتيجيه اللي نقدر نتعامل بها انا في هذاك السوق. انا فهمت هذاك السوق، هذا هو كان الغرض ديالي، فهمته، عرفت شنو جاري فيه. دابا غادي ندير شنو هي الخطه باش حتى انا يكون عندي من باغ منو، حتى انا يكون عندي واحد النصيب من هذاك السوق. اذا فهاد لو ماركتينغ استراتيجيك كنقدر نحدد شنو هما لي زوبجيكتيف ديالي، يعني كنعرف شنو هو الهدف ديالي انا من هاد لوبيراسيون ماركتينغ اللي باغي ندير. علاش باغي نوصل؟ واش باغي نزيد لو شيفر دافير ديالي، نسبة التعاملات؟ واش باغي نزيد النصيب ديالي كسوق؟ واش باغي الناس تعرفني اكثر؟ واش باغي نبيع اكثر؟ اكسيتيرا. دونك اول حاجه كنصدق من خلال الدراسه كنقدر نحدد اهداف ليا في هذاك لو مارشي. من بعد كاين ان بوا تري امبورطون اللي هو كنديروه في هاد لو بوا، اللي هو لا سيغمونتاسيون، يعني تقسيم السوق. يعني انايا كنبيع واحد لو برودوي، هذاك لو برودوي كاين الناس، انا بغيت نبيع للناس كاملين، ولكن الا حاولت نبيع للناس كاملين في الاخر ما غادي نبيع حتى واحد. اذا اش خاصني ندير؟ خاصني نفهم هذاك السوق اكثر، نقسمو المجموعات اللي تخليني نقدر نعرف شنو هي المجموعات اللي ممكن تكون هي المهتمه اكثر بهذاك لو برودوي او بهذاك المنتج ديالي. اذا اول حاجه كنقسم السوق ديالي، كنقسمو على حساب
المجموعات اللي عندها واحد الخاصيات متشابهة، غادي نقراو بلا سيغمنتاسيون حتى هي غيدار عليها ماشي غير ان كور بليزيوغ كور، يعني غنديرو عليها عدة دروس. ولكن في هذا الإطار دايما في الماركتينغ استراتيجي كنحددو الأهداف وكنقسمو السوق، ومن خلال هذا التقسيم هذا كأون ديفيني لي سيبل، يعني كنختارو شنو هما الأهداف ديالنا في هذه المجموعات. يعني كنشوف انا كاين مجموعه تاع النساء، كاين مجموعه تاع الرجال، كاين مجموعه ديال اللي اقل من 18 سنه، كاين مجموعه اللي ما بين 18 و 30، كاين مجموعه ديال الناس اللي كتربح اقل من 5000 درهم في الشهر اكسيتيرا اكسيتيرا. من خلال هذه المجموعات اللي قسمت غنشوف شنو هي المجموعات اللي ممكن تكون هي المهتمه اكثر انها تشري من عندي المنتج ديالي. هذه هي العمليه اللي كنسميوها لو سيبلاج، او لا العمليه اللي من خلالها كنختاروا شنو هما الناس او المجموعات اللي غادي نحتفظوا بها واللي غادي يكونوا هما لا سيب ديالي، هما الهدف ديالي. داكوغ، بين فوا حددت الهدف ديالي وعرفت السوق ديالي مزيان وعرفت شكون الناس اللي غادي نبيع ليهم واللي باغي نبيع ليهم، غادي نحدد سكون ابيل لو بوزيسيونمون. هذا بيان سور غيكون عليه درس او دروس. هاد لو بوزيسيونمون يعني كنحدد لا بوزيسيون ديالي في السوق، يعني كنحدد شنو هي الموضع ديالي في السوق، بمعنى ان الناس انا بغيتهم يعقلوا عليا. باش بغيتهم يعقلوا عليا؟ واش بغيتهم يعقلوا عليا انني واحد المنتج ديالي لا كاليتي ديالو مزيانه بزاف، اولا المنتج ديالي الثمن ديالو مزيان، اولا المنتج ديالي كيدير واحد لو سيرفيس اللي ما كيديرو حتى منتج اخر اكسيتيرا. دونك لو بوزيسيونمون هي حاجه مهمه ايضا، يعني كيفاش انا بغيت تكون لا بوزيسيون ديالي اولا الموقع ديالي في هذاك السوق. يعني كنتموقع انا بالنسبه لي كونكورون، بالنسبه للمنافسين، وكيكون في هذاك المستهلك فيما نذكر حمية ديال المنتج ديالي كيفاش بغيتو يتفكرها. هذا هو لو ماركتينغ استراتيجيك. من فوا حطيت الاستراتيجيه ديالي غادي ندوزو لمرحله العمليات او ما يسمى بلو ماركتينغ اوبيراسيونيل، يعني تسويق العمليات. يعني عرفت انايا الخطوط الكبيره ديال الاستراتيجيه ديالي، دابا غادي نبدا نشوف كيفاش ممكن ليا انني نوصل لهذيك الاهداف اللي حددتها في الماركتينغ استراتيجيك. اذا اشنو كنديرو؟ كنديرو شي حاجه سميتها الماركتينغ ميكس. الماركتينغ ميكس غادي نقراو حتى هو. يعني انا مثلا في الاهداف ديالي حددت ان باغي نزيد نسبه المبيعات ديالي، وفي التموقع ديالي اولا في البوزيسيونمون حددت ان الناس بغيتهم يعقلوا عليا ان الثمن ديالي رخيص. اذا هنا غنجي في الماركتينغ ميكس، هنا فين غادي نعرف كيفاش غنخلي الناس يعقلوا عليا انني لو برودوي ديالي رخيص، من خلال واحد السياسه ديال لو بري اللي تكون متناسبه مع الفكره اللي عطيت في الاول. اذا الماركتينغ ميكس هي العمليات اللي غادي ندير باش نحقق الاهداف ديال الماركتينغ استراتيجيك. لو ميكس فيه دو فاصون سامبليفي بطريقه سهله فيها سكون ابل لي 4 بي، غادي نشرحوهم بالتفصيل، ولكن بغينا نعرفو غير فقط انه الماركتينغ ميكس هما هذوك لي زوتي او هذوك الوسائل اللي كنستعمل وكنخلطهم مع بعضياتهم باش نقدر انني نحقق الاهداف تاع الماركتينغ استراتيجيك. بحال ملي كنبغيو نصيبو ان كيك، ملي كنبغيو نصيبو كيكه، شنو كنحتاجو؟ بزاف الحلويات كنحتاجو، مثلا الدقيق، كنحتاجو الحليب، كنحتاجو البيض، وكنحتاجو الزيت. ولكن النسبة ديال كل مكون كتختلف من كيكة لأخرى على حساب انا شنو الحلوى اللي باغي نوصل ليها في الاخر. هذا هو لو ماركتينغ ميكس. عندي فيه لي 4 بي. لي 4 بي عندي لا بروموسيون، عندي لو بري، عندي لو برودوي، وعندي لا بوزيسيون. هاد لي 4 بي على حساب انا شنو التموقع اللي باغي نوصل ليه، كيفاش باغي الناس تشوف المنتج ديالي، غادي نتعامل فيهم ونخلطهم مع بعضياتهم بواحد الطريقه معينه. اذا هادشي كامل غنعاودو نشرحو كيما قلنا في الماركتينغ. اذا اهم حاجه هو الماركتينغ اوبيراسيونيل، هو ماركتينغ ديال العمليات اللي كنتعاملوا بها باش نحققوا الاهداف ديال الماركتينغ استراتيجيك. و كاين واحد لو بوين اللي كينساوه بزاف الناس، اللي هو انا احدد الماركتينغ ميكس، كاين لا بوليتيك كوميرسيال او السياسه التجاريه. ممكن ما ندخلوهاش في الماركتينغ ميكس، ولكن هي
مهمة في الماركتينغ، يعني من خلال المعاملات أو من خلال السياسة التجارية ديالي، كيفاش باغي نتعامل ونبيع لو برودوي ديالي، هو حتى هو غادي يساعدني أنني نحقق الأهداف ديالي ديال الماركتينغ استراتيجيك. دونك هذا غادي يكون حنا في آخر حاجة غنقراو، وغيكون مدخل للسياسة التجارية، لأنها هي أصلا بوحدها دومين، يعني هي محتاجة لواحد الدراسة معمقة. دونك غادي اون فوا سالينا مع لي غروند نوسيون او المفاهيم الكبرى ديال الماركتين وفهمناها مزيان، غادي ندوزو ايضا المفاهيم ديال السياسه التجاريه للشركه، لانها مهمه ومهمه بزاف، ماشي غير في الدراسه ولكن مهمه كذلك للناس اللي باغيين ياسسوا شركات او اللي باغيين تكون عندهم المقاوله ديالهم وباغيين يطوروها. كنتمنى لكم امسيه سعيده، ونتلاقاو في الحلقه القادمه باذن الله.